فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قل يا شيخ، ما كفارة الغيبة؟ ها؟ ما كفارة الغيبة؟ وهل يكفي الدعاء لها؟ كفارة الغيبة إن علم صاحبك أن تذهب إليه وتستحله، وإن لم يعلم فكفارة ذلك أن تستغفر له وأن تذكر صفاته الحميدة في المجلس الذي اغتبته فيه، لأن الحسنات يذهبن السيئات.